المقاربه تقليلا التخيل. خلينا في الجيش. اما بالنسبه للتعارف كاين مشكل لسباسير في الجيش. كيفاش؟ انت مشيتي معاك بالجيش على ماشي داخل الجيش. ماشي داخل الجيش. لونتوراج. محاوله تاثير النادي من طرف سماسيرة. واش اللي قلنا؟ لانه باش نقول لك واحد القضيه، الاستقرار والنتائج كتساعد الانصار، كتساعد المسؤولين، كتساعد اللاعبين، وكتساعد الاطقم التقنيه والطبيه. شكون العدو ديال الاستقرار والنتائج؟ هما السماسره. ما كنهضرش على الوكلاء اللي هما كيشتغلوا في البطاقه. هذوك السماسره كيحاولوا يخبوا فتنة، تيديروا الشائعات. علاش؟ حيت هذاك الاستقرار التقني ما في صالحهمش. خاص يمشيو 16 لعاب ونهايه الموسم يجيب لك 16 لعاب وما كرهش. كاين اللي عنده لي مويا باش يصيفط دي زيميسير لافريك. سمح لي. كاين الامكانيات. الجيش راه موديل. خلق ليكون نموذجا من طرف نوح بن الحسن الثاني. دابا انا قلت لك الاكراه، انا ما قلتش لك ما كاينينش، كاين الاكراه. ما هذا ما كيمنعش بانه كاين لجنه تقنيه على راس هذا كروز اللي كيشوف اللي هي اجود الاسماء. باقي لا كروز كاين. مازال هو المدير التقني. شكون هما اجود الاسماء وشكون اللي ممكن يختار من بينهم؟ يعني كان موريسون للاسف الاصابه حالت دون مواصله المسار. كاين تومي سونغ اللي كان هو الانتداب الوحيد. بالتالي فهذا كيعطي مؤشر على ان نادي الجيش الملكي ما كيقومش بالانتدابات. اللاعبين هذا اللي كيأشر او كيعطي الموافقه ديالهم للانضمام للجيش هو المدرب ولا داك هو او لا كيجيو من طرف مثلا الايوبي مثلا كرئيس بحال اللي كيديروا بعض الفراقي. رئيس كيجيب لعيب كيقول المدرب هذا. لا 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 داخل الجيش الملكي ما بغينا نعرفوا الطريقه التعامل. طريقه سهله ديال الجيش لانه راه قال لك اسامه راه موديل. طريقه سهله. طريقه سهله وفق المعايير الاحترافيه والمعايير الرياضيه المحضه في احترام تام الاختصاصات. لجنه تقنيه على راسها فرناندو داكروز كتضم محلل الفيديو ايمن مكرود وجوج اعضاء ديال المكتب المسير. كيكون تنسيق مع المدرب. كيفاش؟ كاين عزيز الصمادي اللي هو مساعد مدرب وايضا من واحد من 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 النجوم ومن الرموز ديال نادي الجيش الملكي وواحد اللي كيمثل قدماء عزيز الصمادي. لا وشكون هو غير الصمادي؟ كاين الصمادي؟ كاين فرناندو داكروز، كاين محلل الاداء الفيديو ايمن مكرود، وكاين عزيز الصمادي. بطبيعه الحال كاين ممثل ديال الاداره اللي كيشرف على الجوانب الماليه والمدربه. علما ان الجيش الملكي عمل بزاف النجوم اللي يمكن لهم يساعدوا. كيكون تنسيق مع المدرب. نكمل الكافي ارضوان العجاله. كيكون تنسيق مع المدرب بناء على شنو هما اماكن الخصص، شنو هما البروفايلات المعينه. كيتم اعداد واحد اللائحه وكتم مناقشه هذيك الاسماء بشكل تراتبي من الجوانب الماديه من ناحيه المؤهلات. دونك الاختيارات هي محضه بعد الاستقرار على اسم معين بتوافق ما بين المدرب وما بين الاداره التقنيه. فمن بعد كيكون الدور ديال الاداره من اجل مناقشه سواء التفاصيل الماليه او لمده ديال العقد.